تخلي الناس تبدع. واذا ذكرنا تبدع والابداع لابد ان نذكر المبدع دايما، صديقي العزيز الكابتن عماد متعب. مساء الفل يا عمده. مساء الخير استامر، وانا اللي بتشرف بضيافتك، والف شكر على كلام جميل. اشكرك يا حبيبي، طمني عليك، ان شاء الله اكون بخير. انا الحمد لله تمام، الحمد لله الحمد لله. بس خلي توفى امبارح، فالبقاء يعني البقاء والدوام لله يا حبيبي يا رب، اخر الاحزان، وان شاء الله ربنا يغفر له ويرحمه ان شاء الله. تحيه وتعازينا طبعا للاسره الكريمه كلها. ربنا يخليك، ربنا يخليك حبيبي. انا عارف انه الكلام عن الماتش صعب، بس بعد ما نهدى كده الكلام المحترم الموضوعي هو اللي لازم يتقال. انت شايف انه طبعا ديربي وطبعا ماتش قمة وطبعا كل الجماهير مستنياها، بس في النهاية انا قلت للناس في بداية البرنامج انه الهيصة اكبر مما يجب، ماتش بثلاثة بونت في النهاية. حضرتك عارف ان مباراة الاهلي والزمالك مباراة قمة لوحدها، بطولة لوحدها، بالنسبة للجماهير وبالنسبة حتى للعيبة. يعني اللعيبة طبعا احنا كمحترفين او كلعيبة فاهمة المباراة بثلاث نقاط، لكن في الاخر هي مباراة جمهور بيستناها من السنة للسنة. يعني على ما اعتقد من اهم الدربيات اللي موجودة في العالم، وعلى ما اعتقد انه اهم ديربي في الوطن العربي او في قارة افريقيا عامة. فشيء طبيعي الناس كلها بتقعد تستناها، حتى لو النقاط مش هتعمل يعني الفرق كبير، برضو النتيجة فيها مهمة. صح. انا شايف المباراة مبروك لنادي الزمالك في الاول، هارد لك للنادي الاهلي. طبعا. نتكلم فنيا، يعني فنيا النادي الاهلي لعب 4-3-2-1. لا انا قبل ما اخش معاك فنيا، بس انا بتكلم على فكرة الهوجة دي. ليه احنا عندنا مشكلة تصدق حتى مش بين الجماهير، حتى في النقد الرياضي يا كابتن عماد، انه فايلر بقاله سنة عبقري العباقرة وساحر، واللي ما بيغلطش واللي كسبنا ما بيخسرناش واللي بأي لعيبة بيكسب وبتاع ده لحد يوم الجمعة. يوم السبت بقى فاشل وعنيد ومغرور ومش عارف ايه. هل في حد بيتحول كده من يوم وليلة؟ ما هي المشكلة استمر ان بعض الناس اللي على السوشيال ميديا ارائهم بتبقى عنيفة، والموضوع بيختلف زي ما حضرتك قلت. ممكن لعيب نطلعه السما بعد اسبوع اوحش لعيب في العالم، مدرب نطلعه السما بعد اسبوع نخلص عليه. هي الفكره كلها احنا ما بنتعاملش بالقطع، ما بنتعاملش بالمباراه، احنا بنتعامل بنشوف الراجل ده نتائجه عامله ازاي. قبل التوقف كان الراجل ده احسن مدرب موجود في التاريخ. صح. بعد التوقف، لكن قبل التوقف الوضع كان مختلف مع النادي الاهلي. الفرقه كانت فايقه، ما كانش الاصابات كانت اقل، لعيبه كلها جاهزه، عنده حلول في اكتر من مركز. مزبوط. بعد التوقف في اصابات، يعني في اصابات واضحه وفي غيابات واضحه طبعا في النادي الاهلي. ده في فرقه غير الفرقه يا كابتن. بالظبط. فالراجل ليه عذره طبعا في قصه الاصابات، يعني او يعني الناس اللي غايبه. شيء طبيعي لما يكون عندك حلول الموضوع بيبقى سهل طبعا، لكن لما تكون مجبر انك تلعب بطريقه او بتشكيل معين لان الحلول عندك قليله، فبيبقى غصب عن المدير الفني. صحيح، ده كلام مظبوط. النقطه الثانيه اللي حضرتك كنت داخل فيها وهي فكره التحليل الفني، في ناس عابوا عليه انه تغيير الخطه ما يبقاش في ماتش قمه. في البدايه بس استمر، عايز اتكلم في نقطه مهمه، نقطه مروان، بس عشان انا اول امبارح في الاستوديو يمكن اتكلمت بشكل قوي شويه، وده ممكن يكون زعل مروان او زعل والده استاذ محسن. انا بس النقطه كلها، والله انا ما لما بكلم مروان او بتكلم على مروان بتكلم لمصلحته. مروان مش عايز اقول ما ينفعش نشيل مروان هو السبب في الخساره خالص، ده مش موجود نهائي. مروان نزل بالنتيجه 2-1. صح. يعني عشان بس الامور تبقى واضحه، دي اول حاجه. ثاني حاجه النقد يبقى كلام فني، ما يبقاش النقد بالتطاول على الـ على الـ على الـ لا مش تطاول، يعني مش تطاول خالص. بس انا عايز اعرف انت ليه حاسس بحرج يا كابتن عماد؟ انا قبل ما تخش معايا انا قلت الحقيقه، انا شايف ان فانيله الاهلي تقيله على مروان، وده ما فيهوش اي انتقاص منه. انا هقول لحضرتك، انا مش حاسس بحرج. اللعيبه دي كلها اخواتي الصغار، واللعيبه دي كلها زمايلي، واللعيبه دي كلها انا بحبها جدا. تمام. انا ما بحبش حد يزعل مني في كل انا على فكره. يعني اول امبارح بعد الماتش انا ما عرفتش انام خالص. ثاني يوم كلمت عمرو السوليه، قلت له يا عمرو انا كنت عنيف مع مروان، انا كنت قوي مع مروان في الكلام اللي انا قلته. كلمت مروان في التليفون امبارح ما ردش، بعت له النهارده على الواتساب، وبعد كده رجعت اتكلمت معاه واعتذرت له لو انا كنت حد في طريقه كلامي او كنت عنيف في طريقه كلامي. دي اهم حاجه، علاقتي باللعيبه ان ما حدش يزعل مني. النقد الفني نقعد نتكلم فيه، يعني فنيا اقعد اتكلم معاك واتناقش معاك واقول لك يا مروان لا انت محتاج طبعا ترجع شويه. ايوه صح. انا متفق معاك تماما، سواء ليك او حتى الكلام اللي انا قلته من شويه قبل ما تتداخل، كله بيتكلم عن فنيات مروان، لكن كل الاحترام لشخصه.
بالظبط بالظبط، هي فنيات، والقصه كلها فكره يعني هي اللقطه جت على قصه الاوفسايد طبعا. أي هي القصه كلها القصه دي هي مشكله فعلا، يعني انا قلت لمروان هي مشكله طبعا، مشكله ان انت كمهاجم لو انت مش شايف مكانك فدي مشكله، لو انت شايف وعملت كده فهي مشكله اكبر. صح. فيعني هي المشكله كلها احساس بالمكان. فانا كان وجهه نظري لمروان انه يعيد حساباته، انه الموضوع يبعد سنه عن الكوره. بالظبط، الموضوع في ايده مش في ايد حد تاني. انا عماد عن نفسي مانويل جوزيه في وقت من الاوقات ما كنتش بجيب جوان، قال لي عماد خد 10 ايام اجازه. فاستغربت قلت له ليه، وكان عندها وقتنا مباراه مهمه، قال لي لا لان انا مش هلعب وانت مضغوط اليومين دول، فخد 10 ايام اجازه. قلت له لا انا مش هاخد اجازه، انا هتمرن بس ما تلعبنيش وما لعبنيش. تمام. البعد اوقات بيبقى ميزه مش عيب على فكره. البعد طب انا عايز اسال سؤال، هو احنا برضو ليه محرجين؟ هو مروان موهوب ومهاجم كويس، بس اولا واضح انه مش ماشي مع الاهلي، ربما الكيمياء فيه، انت عارف في بعض الاحيان مهاجم عظيم بس كيميته مش ماشيه مع فرقه معينه، فبالتالي ما يجرب حظه في نادي تاني عشان ما فيهوش الضغوط بتاعت الاهلي، ويعرف يبدع ويعرف يشتغل من غير الاعباء اللي الجماهير حطاها عليه. اي حد بيلعب في النادي الاهلي مستمر صعب جدا ان هو بنفسه ياخد قرار انه يخرج، عشان نكون واضحين يعني. انا بلعب في النادي الاهلي اخرج ازاي يعني؟ ما عشان اكون واضح واكون صريح مع حضرتك، ما خد بالك كل ما هعند مع الكوره هتعند معايا. ما هي الفكره كلها انت لازم تبقى واقعي مع نفسك. انت لو انت مش حاسس انك في مشكله مش هتتحل، مش هتحل المشكله. لو انت شايف انك كويس او شايف انك بتأدي اللي عليك هتبقى هنا المشكله. صح. لا انت في سنه. انا طول الوقت في الاستوديوهات والفتره الاخيره بتكلم على مروان، انت مروان في مشكله من وقت كوبر، انت بتلعب بطريقه كوبر. أيوه. بس كوبر مشي، برافو عليك، انت لازم تغير من طريقتك. يعني انا وجهه نظري كوبر كان بيلعب بيعتمد عليك انك تطلع تخبط وياخد من وراك تريزيجيه ومحمد صلاح. ولا محمد صلاح موجود في النادي الاهلي ولا تريزيجيه موجودين. صحيح. في النادي دول لعيبه محترفه، مش بقول ان هم اللعيبه اللي في الاهلي امكانياتها اقل، انا قصدي ستايلها مختلف. دول لعيبه محترفين. انت معاك لعيبه في النادي الاهلي لعيبه مميزه جدا وعندها امكانيات عاليه، بس طريقه اللعب مختلفه. النادي الاهلي بيعتمد على بس برضو كابتن متعب، انا حاسس ان انت برضو لسه سنه محرج من الكلمتين اللي انت قلتهم. فانا بتكلم على، سيبك من اداء مروان وان هو بياخد كذا، المهمه الاساسيه لراس حربه، وانا بكلم مين يعني، ما بكلمش مدافع، انا بكلم واحد من احسن رؤوس الحربه نجوم في مصر، ربنا يخليك. المهمه الاساسيه هي احراز الاهداف. في مشكله مع مروان في تحديد المرمى، يعني هو واضح انه مش شايف الجون. ما انا هاجي لحضرتك القصه دي، ما هي القصه دي انا كنت هجيب لحضرتك، بكمل القصه ان ان مروان كان مع كوبر مش شرط يوصل لجون اصلا. تمام. مش شرط يشوط على الجون اصلا. تمام. فدي الطريقه كانت عاجبه كوبر بشكل كبير جدا، لان هو بيعتمد عليها، بيعتمد زي ما قلت على صلاح يخلص او صح. او تريزيجيه ياخده من وراه. بالظبط. النادي الاهلي مختلف، النادي الاهلي بيلعب كره جماعيه، النادي الاهلي بيعتمد ان المهاجم هو اللي يخلص. صح. اي نعم، بيبقى في حلول عن طريق الاطراف، في حلول عن طريق اللعيبه في نص الملعب، في حلول عن طريق المدافعين، لكن المهام الاساسيه للمهاجم انه يبقى بيلعب على المرمى. ممكن ما سجلش لكن بلعب على المرمى، بفتح مساحات لزمايلي، بخلق مساحات، بساعد زمايلي ان هم يسجلوا اهداف. مظبوط. مروان فترة أخيرة انا قلت له انت بتلعب غلط، انت واقف غلط، انت طول الوقت المدافع لازق فيك، انت لازم تاخد مساحه، لازم انت المهاجم يعني مصطفى محمد لما سجل الهدف عشان ياسر ابراهيم رجع ورا. صح. كان خطا فني، لكن لو ياسر كان قريب منه مستحيل. فالفكره كلها ان انا كمهاجم انا محتاج مساحه. تاني حاجه، انا لازم يبقى ليا خطوره على المرمى، لازم ابقى فعال. مروان في الفتره الاخيره مش فعال على المرمى، حتى لو بيحاول محاولات بتبقى قليله، المساحات اللي بيخلقها لنفسه بتبقى قليله، لان اغلب الوقت او 90% من وقت المباراه مروان بيبقى ممسوك، مروان بيبقى واقف لازق في المدافع، فده اللي مخليه مفيش مساحه خالص، غير طبعا ان هو عنده بدله غير طبيعيه، غير ان الضغط بقى كبير جدا عليه، غير ان هو مش عايز يساعد نفسه، يعني كلها عوامل مخليه الحاله اللي فيها مروان. لكن مروان قبل الاصابه كان لعيب جامد جدا، كان مهاجم جيد جدا، بعد الاصابه لسه ما رجعش، ومش يعني نفسه يرجع لان هو عنده امكانيات. فالفكره كلها انا وجهه نظري لما الظروف تسمح او يبقى الاصابات اللي موجوده في النادي الاهلي او الاقافات او الناس اللي مش موجوده رجعت، وفي امكانيه لفتره من الفترات ما يكونش فيه مباريات مهمه لفتره من الفترات، مروان يبعد شويه. طب انا مش قصدي ازنقك والله يا عمده، بس انا سؤالي محدد اهو، هل ترى بخبرتك انه مروان محسن يصلح ان يكون المهاجم الاساسي في التشكيل الاساسي للنادي الاهلي؟
في الوقت الحالي لا، لكن قبل كده كان يصلح، لان قبل ما يتصاب كان بيلعب، كان هو المهاجم الاساسي للنادي الاهلي وكان بيسجل اهداف، لكن في الوقت الحالي لا. يعني عشان اكون صريح مع حضرتك، في الوقت الحالي مش هو رقم واحد، لان اولا بتبقى صعب جدا على اللعيب ان يبقى فيه رفض او يبقى الجمهور يعني بيتلكك له بمعنى اصح. مفهوم. الموضوع مفهوم. بيبقى صعب جدا على اللعيب، بيبقى صعب جدا، ومش هقول الجمهور بيتلكك له ان الجمهور غلطان، الجمهور مش غلطان، جمهور النادي الاهلي بيقف مع اللعيبه طول الوقت. لكن مروان بقاله فتره عنده سوء توفيق كبير، مروان بقاله فتره زي ما قلت لحضرتك مستواه مش هو اللي احنا متعودين عليه. صحيح. من قبل الاصابه. صحيح. فالنقطه كلها حتى فكره الجمهور، الموضوع الجمهور بقى يعني مش واثق في مروان، خلينا اجيبها لك، مش عندك حق، عندك حق، يخلص المباراه. عندك فده مزود ضغط كبير جدا على مروان. انا نفسي، انا امنيه حياتي ان مروان يبعد فتره، بس لما يكون الوقت مناسب طبعا، عشان لو الفتره دي في مباراه مهمه بالنسبه للنادي الاهلي او قبل نهائي دوري ابطال افريقيا، ويتمرن في الفتره دي، يبعد بس بيتمرن لوحده على فكره طبعا، او ياخد اجازه اسبوع 10 ايام، يفصل تماما ويبدا يرجع تاني، يحس انه بيعمل ريفريش، يعني بيرجع من جديد، بيبدا من جديد، بيعمل زي الكمبيوتر كده ريستارت. بالظبط بالظبط بالظبط، يعني بيفوق نفسه وبعد كده يجرب من جديد. لو ربنا كرمه والدنيا مشيت وبقت زي زمان، خلاص اوكي، ما مشيتش خلاص، يعني هو بقى يحاول مع انه يرجع نفسه باي شكل من الاشكال. يا رب احنا ما نتمناش غير انه يعني يبقى في مستوى ويبقى يليق. ولو ما كانش، انا رايي ان العند مع الكره صعب، وان انا ممكن اخرج موسم ولا حاجه في نادي تاني، استعيد لياقتي واستعيد تهديفي واستعيد ثقتي بنفسي، وساعتها هرجع الاقي مكاني في الاهلي. يعني في النهايه انا بس ضد فكره العند مع الكره والاقدار والتوفيق، لان انت عارف ما حدش بيعاند قدره او توفيقه. يعني الكره ما فيهاش عند يا استاذ، يعني الفكره كلها هتعند مع ايه؟ مفيش. انا قعدت بالثلاث شهور احاول اجيب جوان ما بجيبش. انا فاكر كانت ثلاثه شهور صعبين قوي قوي بالظبط. مش بمزاجي، بحاول. في كاس الامم في 2008 عملت كل اللي ممكن يتعمل في الكوره، ما سجلتش اهداف. كانت راضيه تخش، كانت راضيه تخش. بالظبط. لكن في الاخر بحاول اعمل اللي عليا، وبحاول ابقى فت على مع زمايلي، بحاول ان انا اصنع. لو انا ما بجيبش اهداف، بصنع اهداف، بدي مساحات لزمايلي. ده اللي مطلوب من مروان انه يعمله، انه حتى لو الكوره مش ماشيه مع الجون يبقى مؤثر. يبقى برافو عليك، يبقى مؤثر فعال جدا بالنسبه لزمايله. ده كلام مظبوط. فعال في المجهود، المجهود ده مهم جدا. لكن في تاني حاجه، انا محتاج فعاليه. الجري ممكن اي حد يجريه، لكن الفعاليه اللي هو بخلق مساحات، بصنع اهداف. على فكره الناس بتقدر الكلام ده بشكل كبير جدا. صحيح. يعني حتى لو ما بتسجلش اهداف، الناس هتقدر ان انت لا بتحاول وبتساعد زمايلك وبتصنع فرص. فيعني في حاجات كتيره جدا ممكن الكره تبقى ما عندك، لكن انت تخرج نفسك من المأزق ده بشكل تاني. ده كلام مظبوط. انا بشكرك يا عمده، شكرا جزيلا، ودايما متفوق ومتالق ومحترم في تعاملاتك مع الناس. كابتن عماد متعب، نجم الكره المصريه، منتخب مصر والنادي الاهلي، شكرا جزيلا.